كل مباراة للنادي الأهلي أبدأ بثلاثة صح الشوط الأول، الشوط الثاني ألعب بأربعة صح. بغض النظر بقى إيه ظروف المباراة، كسبان أو خسران. ألعب ثلاثة غير أربعة، ثلاثة أربعة ليه؟ ما هو ليه؟ انا شايف هي طريقه يا جماعه. لا هي بص، هي طريقه لعب. انا اخترت طريقه لعب. انا اخترت طريقه لعب وبلعب بيها، يبقى اذا كل الافراد هتاديها، هي دي الطريقه. انا اتقبل ده في ماتش الرجاء. لا انت اصلا لما شفت التشكيله يا اسلام ما فهمناش، قلت لا اكيد اربعه مش هينفع ثلاثه. طب خلاص انت قررت تلعب بثلاثه وصممت عليها، وحتى لو هتحط عناصر لا تليق بالثلاثه وصممت عليها، طب ما تكمل طريقتك بالظبط. هو ده اللي انا قصده، لكن كان ممكن تعدل عادي جدا. ميكيسوني طلع نزل علي معلول بالظبط، فاتعدلت الدنيا 3 4 3 طبيعي. حتى لو كوكا موجود مرحل في ظهر علي، ما هو ايمن اشرف، ما هو كان اكبر مشكله عند كوكا للسلامات اللي في ظهره، ان ميكيسون لا يفقه شيئا انه ينزل ويعمل تغطيه عكسيه اللي علي معلول بيعملها. فلو عالجت دي هتدي كوكا شويه ثقه، بقى بيلعب جنب حمدي فتحي وبنون ومعلول، فخلاص هيبص حواليه هيلاقي لعيبه كبار هيشيلوه. لكن اللي حصل فعليا انك يعني انت حرقته، انت لازلته في وسط لاعبين صغيرين، مش صغيرين يعني، هو ميكيسون كوكا احمد احمد نبيل كوكا. لا كوكا كمان اللطيف او مش لطيف، الغريب في الموضوع انه اصلا لعب وسط ملعب، لعبت ليفت باك النهارده بتلعب سنتر باك، ليه التغيير؟ يعني انا فاهم لو تغييره اضطراريه، بس انا مضطر بمزاجك. يعني انا اللي اقصده ايه، عمرو السوليه النهارده مصاب، فقلنا هيبقى السولي ديانج جنبه قفشه، لا في الشوط الثاني حمدي جنب. احنا عندنا مشكله في الحته دي، الاهلي عنده مشكله، السولي مش موجود. لكن الاهلي عنده ياسر ابراهيم بره القايمه، رامي ربيع قاعد بره، يعني بصرف النظر ان هو ما كانش كويس النهارده. عندك باك ليفت بتغيره بلعيب اصلا ملوش اي علاقه بالباك ليفت، طب ليه؟ ايه الحكمه يعني؟ انت فاهم قصدي ايه الحكمه في التغييره دي؟ مين في قايمه الاهلي؟ مين مركز 8 في قايمه الاهلي؟ منطقي المفروض على الورق عمر حمدي اقرب لعيب يعمل ده. كان كريم نيدفيد ومشي، خرج إعارة، محمد محمود ولم يعني يسترد مستواه، ثم عمر حمدي. ايه الفكره برضو ان عمر طول الوقت بره، ولما نزل في ظروف ماتش زي ده، ما هو انا لعيب عايز ادخله وعايزه يجيب مستوى، عايز ابدا اعتمد عليه، طبيعي انه ينزل الفريق الاداء مستوى الاداء يسمح، حاله اللاعبين اللي حواليه تسمح، النتيجه تسمح انه ياخد وقت ويتدرب. لكن النهارده عدلي انت كام اسم النهارده بتحرق. الاهلي نهى المباراه بيلعب بطاهر وحسين الشحات جناحين، وكانك ما عملتش اي صفقات، وكانك ما عملتش انت رجعت السنه اللي فاتت.